عم بنشوف ترند كبير بعالم الموبايل هلا، هل برأيك وجود موقع متوافق مع الموبايل احسن من وجود تطبيق للموبايل، او واحد بيكمل الثاني؟ يعني هو بالتاكيد ان الترند قويه، وبالتاكيد هلا يعني ما اظنش في اي شركه they have even the option to ignore الموبايل بلاتفورم. يعني بالتاكيد ان الترند العالميه عمالها بازدياد، بينما يمكن اتس الاونلاين نفسها شويه فلات، الموبايل عماله اتس جروينج بشكل ستيدي اند اكسلريتنج، probably هون especially في المنطقه هون الموبايل عماله اكسلريتنج. هلا يعني بالتاكيد الاولويه الاولى it has to be a site، يعني مع انه في كتير ديسكشن حول موضوع التطبيقات مقابل الموبايل سايتس، لكن in my mind انا اللي شخصيا it's very clear انه الموبايل سايت it has to be the priority. الموبايل سايت you know بقدر الامكان لازم يحاول انه يعني خلينا نحكي يحاكي ايش في عندي على السايت الاصلي، بحيث انه اليوزر بيقدر يشعر بالكونتينيوتي. انا في عندي مثلا bait.com بقدر مثلا to view my CV, apply to jobs, you know اعمل اشياء معينه، hopefully بقدر اعمل نفس الاشياء على السايت بس بطريقه متناسبه مع obviously الدايمنشنز of the mobile site. هلا فانا think هاي الاولويه، الموبايل سايت having a mobile site هاي الأولوية. هلا وجود تطبيق انا اعتقد لازم يكون هذا شيء يكمل الموبايل اكسبيرينس ولا يغني عنها. هلا يو نو في بعض الشركات خلينا نحكي زي فيسبوك يو نو بيعتمدوا على استراتيجي انه الموبايل ابلكيشن تبعهم عباره عن ريبليكا من السايت تبعهم، نفس الفيتشرز اللي هون موجوده هناك. هلا اعماله اكثر اي ثينك يعني الاوبينينز انه لا الابلكيشنز الموبايل ابلكيشنز they need to be more يعني targeted، لهم اهداف يمكن سبيسيفيك، مش انه بس فكره انه انسخ السايت واحطه فيه ابلكيشن، انه لازم يكون فيه له فانكشن محدد ومعين. بس يعني I would say no، يعني خلينا نحكي في وجهات نظر في هذا الموضوع، في شركات هيك في شركات هيك، بس يعني again I would say الأهم إنه يكون في موبايل سايت قوي، البراوزر إكسبيرينس على السمارت فون has to be complete، وبعديها الأبليكيشن بيكمل هاي الإكسبيرينس.